ننتقل إلى محتويات رقمية أخرى. لكن في فيلسوف كندي أنت يمكن تعرفه، ألان دونو، طلع كتاب نظام التفاهة. يمكن هو يقول نظام التفاهة في مجالات مختلفة، لكن اليوم المحتوى كله نظام تفاهة. محتوى رقمي الألعاب صادمة، بعضها يعني يخترق العقائد وهذه الأمور وقتل مدريش وغيره. هناك محتوى تافه يأتينا من جهات وأخرى من خارج المملكة ومن أبناء الوطن. كيف تأثر هذه في المجتمع دكتور؟ ذكرنا قبل قليل أن القرين بالمقارن يقتدي. إذا أنت جعلت طفل أو يعني طفلة أمام الجهاز 6-7 ساعات يوميا وعرضت عليه محتوى تافه، ما تتوقع أن يكون عقل هذا الطفل والطفلة؟ ممكن يستخدمها في حياته يعني؟ بل سيكرر الشخصيات ويتعلق بالشخصيات. كيف؟ يعني أضرب مثال بسيط. أضرب مثال بسيط. ما مرت عليك يعني. نحن الآن في قناة من القنوات التي تعتبر يعني ذات حضور مجتمعي وتأثير أيضا مجتمعي. كيف فشلنا في صناعة القدوة الكرتونية للأطفال؟ ما عندنا توم وجيري وهذا. من صنعها؟ هم. طيب. هم هؤلاء هم من أطر للتفاهات و. يعني دعم برنامج مشروع التفاهات، هم من بالخوارزميات الخاصة في هذه المنصات يجعل من كل محتوى تافه قيم وذو تواجد وحضور عالي جدا عن طريق الأرقام والتفضيلات وعن طريق جعل هذه الصورة يعني الإعلامية. ممكن منا هذه منهم يعني ممكن الخوارزميات تساعد لحد ما في رفع هذا المحتوى وجعله هو المحتوى الشهي، بالإضافة إلى فضول الناس وحبهم للشيء الغير مقيد، وهذا طبيعة الناس. فلذلك كل ما قل ارتباط الناس بالقدوة الحسنة وفرضت عليهم القدوات السيئة طبيعي يتأثرون. فهذا هو الواقع الذي نتكلم عنه، فواقع التفاهات وجعل هؤلاء قدوات وجعل منهم أيقونات مجتمعية وجعلهم أساطير ذوي حضور إعلامي. يعني السجادة الأحمر صحيح. قبل كم يوم أقلب أحد المنصات وأضحكني أحد المشاهير عندما يعني جاب حقيقة وليس طرفه، قال لعلنا نجرب أن, 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 أن نصطنع حدث، أبغاهم يعني يكلم شركة، قال أنا عندي مناسبة وأحتاج حضور. وش دور الحضور؟ التصفيق والهتاف، صاروا يبيعون الحضور. إيه؟ واللاين هذا اللي في نعم والتصفير والتقاط صور معي. فكم قيمة الأعداد التي يعني تمه؟ قال عندنا من 10 إلى 300 شخص. أوه. تخيل 300 شخص تدفع قيمتهم 20 أو 25 ريال، ذكر الرقم صاحب الاتصال، ويأتون هؤلاء بكاميراتهم وبزيهم وصفقون لك. يعني تصنع لا شيء من لا شيء من لا شيء، وتجعل هذا سامحني ويسنا يعني ويعذروني عشاق السوشيال ميديا، تجعل من هذا يعني هذا الشخص أيقونة، وفي عقد الأمر لا يقدم ولا يوسط في المجالس ولا أصلا يؤخذ منه. وهذا أيضا يقودنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان. صحيح. فيأتي يعني هالنوع من هالفئة من هالناس يتصدرون المجالس ويفتون. وتلحظ أيضا من مزاحمتهم بالمحتوى الهابط المحتوى التافه الذي يقدم أنهم يفتون وأنهم يصححون المجتمع ويصوبون أخطاء المجتمع ويناقشون قضايا المجتمع، بل ويحللون ويحرمون على هواهم. وصلت هذه الحد. صحيح. فلذلك التفاهة هي يعني قنبلة موقوتة صنعت وتنفجر هنا وهنا وهنا، ومن يدفع ثمنها مجتمعنا.